لقد ذهب فاسيليوس. ليكن الموت طريقة. ما أخبار القبيلة؟ اليوم هو يومنا تشولبان. تكلم سيدي، ما هي الأخبار المفرحة؟ السادة سيكونون معي في الفخ الذي نصبته لعليار، وعندما يموت سأدخل قبيلتي كسيد منتصر. بعد ذلك سأعذب كل من باعني، الواحد منهم تلو الآخر. وبعد استعادتي لقبيلتي سيأتي الدور على فاسيليوس. أحضره لي سيدي، سأنفذ حكم الإعدام بيدي على من عذب أبي. سوف أمزق أحشاءه بأظافر هذه. وهبت عمري لك يا تشولبان، كل ما أفعله لأجلك أنت. تأكدي أنني سأضع فاسيليوس تحت قدميك. وأخيراً نتناول طعامنا بمتعة. أنت تنفذ لي كل ما وعدتني به سيدي. أيامهم الجيدة انتهت تشولبان، نحن من سيضحك الآن. هذا العرش كان ملكاً لأبي، كنت مالكة هذه المائدة لا لاجئتها، وشعرت أنني امتلكتها مجدداً بفضلك سيدي. يوماً ما سأجلس على هذا العرش. هذه أمنيتي، وموت فاسيليوس وأرطغرل أيضاً. أخوه الآن ينازع الموت في الزنزانة، ومحاربه تحت الأرض. هو الآن يجلس في زاوية خيمته محزوناً. ماذا عن فاسيليوس؟ فاسيليوس يطير من هنا إلى هناك كطائر فقد طريقه. سأستولي على قلعته حتى قبل عودته من زواجه المشؤوم. ما رأيك أن تجلس على ذاك الكرسي لنرى كم يليق بك؟ حقا؟ المسألة ليست بالجلوس على الكرسي، فهو مجرد كرسي، لكن المسألة هي في استحقاق العرش. شجاعتك أهم مسألة سيدي، فأنت تشرف كل مقام تجلس به.